الفنان الراحل سيد عبد الرسول أول فنان يحصل على جائزة الدولة التشجيعية 1958، أول فنان يحصل على وسام العلوم والفنون. في الأربعينيات حصل على الجائزة الأولى لمسابقة مختار ألف ليلة وليلة، وعلى الجائزة الثانية في مسابقة الريف المصري. الشاعر الكبير أحمد سويلم حصل على التميز لفنان كبير راحل هو سيد عبد الرسول. افتتح هذا المعرض 13 أكتوبر ويستمر حتى يوم 28 أكتوبر. يضم المعرض مجموعة من أعماله التصويرية ومجموعة من أعمال جرافيك أو ما نطلق عليه الحفر، وأيضا مجموعة من التماثيل الخزفية. سيد عبد الرسول يعتبر علامة بارزة في الحركة الفنية التشكيلية، وهو من مواليد القاهرة 1919، توفي عام 1995. نشأ في حارة الجوانية في حي الجمالية، وكلنا نعرف هذه الأحياء المصرية القديمة بكل ما تمتلئ به من سمات مميزة شديدة الخصوصية تمثل ملامح خاصة بالشعب المصري. شاهد الأعياد والمواسم والأفراح والرسوم المختلفة على بيوت الحجاج، وكان يشعر بلهفة شديدة إلى تعلم فن الرسم والتصوير. عندما نال الشهادة الابتدائية كان المفروض أن يعمل في إحدى الوظائف حسب رغبة والده، إلا أنه أصر على إتمام دراسته، التحق بمدرسة الصنائع قسم الزخرفة. ثم اكتشف بعد ذلك عالم آخر، هو عالم المعارض الخاصة بالفن التشكيلي، وأحس أن هناك شيء أكبر مما كان يتعلمه يرغب في أن يستزيد منه. التحق بمعهد ليوناردو دافنشي في القاهرة، ولفت نظر الأساتذة في ذلك المعهد، مما أهله لترشيحه لبعثة لدراسة الفن في إيطاليا، ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية منعته من هذه البعثة. لذلك التحق بكلية الفنون الجميلة دراسات حرة لمدة 4 سنوات، وكان قد أنشئ حديثا، ويعتبر سيد عبد الرسول واحد من 3 أول من تخرجوا من هذه الدفعة. بعد ذلك سافر في بعثة إلى إيطاليا، درس في أكاديمية الفنون الإيطالية في روما فن التصوير، وحصل على الدبلوم، كما درس أيضا فن الميدالية وفن الخزف وفن الحفر في كليات مختلفة في إيطاليا. خلال حياته الفنية نال العديد من الجوائز. الجائزة الأولى حصل عليها عام 1940 في مسابقة مختار، ونال الجائزة الأولى عن لوحة بعنوان ألف ليلة وليلة.
كان سيد عبد الرسول أول فنان يحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، وأول فنان يحصل على وسام العلوم والفنون عام 1960. شارك خلال حياته الفنية في كثير من المعارض الخاصة والعامة، وشارك بشكل منتظم تقريبا في صالون القاهرة، وحصل على الجائزة الأولى في سنوات 57 58 و59، وجائزة الامتياز الأولى أيضا من صالون القاهرة عام 1960. شارك أيضا في بيناليات عالمية مثل بينالي فينيسيا وفي ساو باولو وفي ترينالي نيودلهي ومعارض في بروكسل ولبنان وألمانيا وإيطاليا، وأيضا حصل على جوائز عديدة. حصل على الجائزة الأولى في بينالي أو ترينالي نيودلهي، وعلى جائزة في معرض بروكسل، وله مقتنيات في معظم المتاحف المصرية وفي عدد من المتاحف العالمية وفي عدد كبير من سفاراتنا في الخارج. عندما نستعرض أعمال الفنان سيد عبد الرسول لابد أن نشعر بشدة انتمائه إلى تراثنا الفني العريض، بداية من الفن الفرعوني إلى الفن الإسلامي والقبطي، وارتباطه الشديد بالحارة المصرية بشخوصها بعاداتها بطقوسها اليومية بكل ما تمارسه، ويلفت النظر في هذه الحياة. يسعدنا الآن أن نلتقي بالفنان والناقد دكتور مصطفى كمال، عميد المعهد العالي للفنون التطبيقية. دكتور مصطفى، وإحنا بنستعرض أعمال سيد عبد الرسول لازم نشعر على طول أنه أعماله بتاخدنا ونستعيد بذاكرتنا صور المعابد واللوحات الجدارية على المعابد والمقابر الفرعونية القديمة، أيضا بنحس الحارة المصرية بكل عبقها بألوانها بجمالياتها الخاصة بشخوصها متمثلة في امتداد كبير جدا تشربه سيد عبد الرسول وانعكس في أعماله. عايزين حضرتك تكلمنا عموما أهم ما يميز أعمال سيد عبد الرسول. هو زي ما حضرتك تفضلت، الفنان الراحل سيد عبد الرسول لوحاته فيها بصمة للفن المصري القديم، إنما هو الحقيقة اعتقد انه اذا كان قد استلهم التيمة الشعبية المصرية وسجلها بتأثير فيه منظورية الفنان المصري القديم، فهو كان له خاصية مميزة جدا، وهي أنه استعان بحيادية اللون في تحقيق نوع من التجانس اللوني داخل أعماله الفنية بذكاء وإرهاف شديد عالي المستوى. جميع لوحات الفنان سيد عبد الرسول
تتسم بحيادية شديدة في اللون، بمعنى أنه يخضع اللوحة بعد أن يستقر على تكوينها الفني وبعد أن يستقر على توزيع العناصر التشكيلية فيها، يخضعها لحالة من وضعها تحت تأثير غلالة لونية مسيطرة على جميع الألوان. الأزرق في بعض اللوحات نجد أن الأزرق يخضع لغلالة صفراء، وأيضا يجاوره في نفس اللوحة اللون الأحمر يخضع لغلالة صفراء، اللون البنفسجي عليه تأثير اللون الأصفر، اللون البرتقالي مائل للإصفرار، وهكذا. نجد أن هذه الألوان، أنا اتخذت كمثال، هذه الألوان تضفي على اللوحة نوع من الانسجام اللوني الذي يعبر أيضا عن إحساسه بعنصر العمق في العادات والتقاليد، أن هذه العادات والتقاليد التي يسجلها على سطح اللوحة هي من العمق ومن الأصالة بمكان، وأنها أيضا رؤيته الخاصة. هو يهضم هذه الأشياء، تلك الأشكال التي عايشها داخل المناطق الشعبية المصرية، سجلها في ذاكرته وأعاد صياغتها بأسلوب عليه لمسة المنظورية الفرعونية، وأضاف لها السمة الغالبة اللونية التي جعلت منها طرازا فريدا من الفن التشكيلي. هو رائد في هذا الاتجاه، وتبعه مجموعة من الفنانين كانوا متأثرين بشدة بهذا الأسلوب الفني. زي ما حضرتك تفضلتي، الفنان سيد عبد الرسول لم يبدأ دارسا أكاديميا بالمعنى المعروف، وإنما كان دارسا هاويا دراسات حرة، ودارس في أماكن متعددة، وعندما سافر للخارج درس أكثر من تخصص فني. ده بيخلينا نشوف أن هذا الفنان كان قلقا في تسجيلاته الفنية، بمعنى أنه عندما يسجل عمل فني لا يشبع فيه النزعة الفنية فيلجأ إلى ممارسة. يعني هذا القلق بيبقى مفيد للفنان أعتقد. الفنان بلا قلق فهو ليس مبدع في تصور الشخصي، إنما الفنان سيد عبد الرسول الحقيقة كانت سمة حياته أنه دائما قلق بحساسية عالية جدا، يتأمل ما حوله ويركز في معاني قد لا تراها عين الإنسان العادي، ويسجلها بفرشاته أو من خلال قطعة خزفية لها طراز مميز، أو من خلال قطعة أو منظومة جرافيكية أو قطعة حفر بالمعنى الدارج. نجد أعماله الجرافيكية فيها من الدقة والدخول في أدق التفاصيل بطريقة جعلت من اسم الفنان سيد عبد الرسول رائدا واسما لامعا في مجال فن الجرافيك أو فن الحفر. في فن التصوير زي ما حضرتك شايفة له السمة التي تجعل من يشاهد هذه الأعمال أو من يشاهد من تلاه من تلاميذه يحاول أن يدقق أولا، هل هذا العمل عمل سيد عبد الرسول؟ وعندما يقال له لا يبتدي يشوف هو عمل مين بعد كده. إذن هي مدرسة أوجدها هذا الفنان صاحب هذه المدرسة، هذا الفنان صاحب هذا الأسلوب. ونجد بعض ألوان لوحاته فيها من الحزن سمة تقلق المتلقي، لأن فيها من الغموض الذي سجل لحظات البهجة في ظاهرها ولكن الحزن في باطنها. الفنان سيد عبد الرسول أخذ هذه الألوان وأخضعها إلى حيادية شديدة جدا، ونجد أن مثلا اللون البرتقالي الذي يطفيه غطاء الرأس الذي يظهر في غطاء الرأس الفتاة يكاد يكون متقارب تماما مع لون بشرتها، وفيه من الدرجات الداكنة التي ساعدت
على أن تجعل المتأمل يعيش مع هذه اللوحة ويحاول أن يتحاور معها ويجد تفسير لهذه الحالة من الحزن المغطية لحالة مبهجة جدا لحياة فتاة الحي الشعبي. هنا مقدرة الفنان، وهنا الحقيقة الصراع الدرامي الذي وضعه هذا الفنان الذي اعتبره أستاذا في هذا الفرع على سطح لوحة بألوان زيتية من خلال عمل تصويري يخضع لتقنيات التصوير الزيتي العادي، لم يتخذ أي شيء خلاف اللون والفرشاة، ولكن بإحساسه أعطانا هذا التأثير. في أعمال كثيرة نجد هذه الظاهرة، في أعمال أخرى نجده يخضع إلى تقسيم اللوحة إلى جزئيات هندسية، عدة مستطيلات مثلا داخل سطح واحد، وفي كل مستطيل داخل هذا السطح يلعب بعلاقات بين أجساد الأبطال الذين استخدمهم كشخصيات رئيسية في هذه الأعمال، وحقق من خلال هذه الشخصيات نوع من الاستعراض الدرامي أيضا لعلاقات تعبر عن مكنونات النفس البشرية وعن مواقف إنسانية بحتة. نشاهد في الظاهر فتاة تحمل مثلا دورق مياه، ولكن من خلال علاقتها بما يجاورها من شخصية أخرى سواء كانت فتاة أخرى أو طفل أو خلافه، نشاهد أن هذه العلاقة بين الشخصين داخل العمل الفني تنتج نوعا من الحوار يشارك المتلقي في محاولة تفسيره. وهنا روح الفن عندما يتحول المتلقي إلى مشارك في محاولة استنتاج علاقات تشكيلية، ده معناه أن هذا العمل استحوذ على انتباهه، أعطاه الشحنة الجمالية، أخذ من وقته ما يستحق، أيضا قدم مضمونا جعل من هذا المتلقي شخصا مستمتعا وأيضا شخصا صاحب رأي، وده هو الحقيقة بيعبر عن مقدرة الفنان. في الأعمال الأخرى الحقيقة زي أعمال الجرافيك المتميزة للفنان سيد عبد الرسول، وهو كان دائم التأمل في مجال، يعني كان يزور معارض الجرافيك وينقدها برأيه ويناقش الفنانين، ثم عندما يقدم أعمال جرافيك يحاول طلب رأي الفنانين الآخرين في أعماله. وكان عندما يجلس للاسترخاء مثلا في صالون أو في قاعة النقابة أو في حديقة لأحد الأماكن ويعصر على فنان تشكيلي يمارس فن الجرافيك، يبدأ على الفور وبدون أي تردد حوارا طويلا حول قضايا التشكيل من خلال فن الجرافيك وتقنياته والأدوات المستحدثة فيه والخامات أيضا التي استجدت على هذا الفن. ده بنشوفه الحقيقة في أعماله المتميزة، وأعتقد أن ممارسته لفن الجرافيك كان لها تأثير في أعماله التصويرية بأسلوب التصوير الزيتي. وأعتقد أن أعماله التصويرية بأسلوب التصوير الزيتي أثرت على اختياره لألوان أشكاله في الفراغ زي الخزف والنحت وخلافه. اختياره لهذه الألوان تخضع لمعيار الفنان المصور الذي صار شوطا طويلا في مجال التصوير الزيتي وأصبح صاحب مدرسة في هذا المجال.